رجعناكم مباشرة على الهواء أصدقائنا المشاهدين. المحطة هلأ مع كلمة الفلك، البداية بتكون مع الحمل، يتطلع قدما نحو الأمام لتحقيق اليوم أهداف، والحلو فيه للحمل ما عم بيطلع على الأهداف الكبيرة، عم بيطلع على أهداف صغيرة حققها شوي شوي، بيرجع بيوصل لأهداف كبيرة مهمة جدا بالحياة. ثور على عجلة من أمره اليوم، متسرع جدا حتى بالأمور المفصلية، حتى بالأمور الحياتية والعائلية هو متسرع جدا، وبده صرف اليوم يخلص من كل شيء. نصحتنا لك تروى وشوي شوي لأنه لا يصح إلا الصحيح. الجوزاء صباح الخير، الجوزاء على قاب قوسين من تحقيق نصر معين، وهالنصر كتير مهم، رح يقلب له الظروف رأسا على عقب، ورح يخليه يتطلع بالأمور بناحية إيجابية ومهمة جدا. اليوم حكم عقلك بالتصرفات، قلب قلبك قبل قلبك، لأنه بالنتيجة العقل هو الحاكم والحكيم. سرطان صباح الخير، هالبيت بيفتح لك أمور كتيرة، أبواب، شبابيك، بيت بتنطلق منه لتحقيق أشياء كتيرة، وهالبيت هو عقلك وفكرك وقلبك المنفتح يلي بيساع ألف محب. اليوم أنت قادر تحاور وتوصل إلى حوار جيد وشيق وإيجابي وبمكانه الصحيح. الأسد نصيحتنا لك، يعني إذا الأسلوب العملي يلي عم بتكون فيه ويلي عم تستعمله غير سلس، عليك تبدله حاليا وسريعا إلى أسلوب لين بالتعاطي وسلس مع الآخرين، خاصة بالنسبة للعمل، لأنه ممكن تسمع ناء على الصعيد العملي، يمكن عم تتعامل مع الآخرين بأسلوب فج شوي أو قاسي شوي. مشان هيك نصيحتنا لك، إلجأ إلى الأسلوب اللين والسهل مع الآخرين. العذراء قد يتكبد كثير هالاسبوع خسائر ماديه، ما كان حسب لحساب، ما بيعرف من وين رح تجي هالخساره، او من وين رح يدفع اكثر، او عامل حساباته شيء طلع معه شيء ثاني، وهالامر رح يتركه فريسه هيك افكار بتاخده وتجيبه، منه رح يكون مرتاح ليله نهار لانه عم بفكر بهالمصروف المستجد. الميزان صباح الخير، إذا بدك تراوغ مع حالك فيك، ولكن تراوغ مع أعز الأشخاص، إن كان هالأشخاص هني ضمن العائلة حبيب أو إن كان الصديق، فأنت غلطان كتير، لأنه المراوغة يمكن بتمشي مع شخص ولكن ما بتمشي مع كل الأشخاص. بدك تكون صريح العبارة وصريح بتصرفاتك، وما تخبي شيء، وتكون فعلا الصديق الصدوق والصديق وقت الضيق. إلى العقرب صباح الخير، نهار حلو هيك بيمرق مثل النسمة، ما في كتير طلعات ونزلات، أمين ما في تحقيق إنجازات أكيد، ولكن فينا نقول لك ونطمنك إنه هنهار بيمرق مثل النسمة، بتحضر حالك لاستقبال بكرة، رح يكون بكرة أكيد يوم جديد. نصل إلى القوس المتمكن من ذاته يلي كلامه موضع ثقة، يلي إذا وعد وفى، وإذا قطع وعده قال بدي أعمل هيك بيعمل هيك. اليوم القوس متألق، صاحب كاريزما طاغية وقادر يأثر بالآخر. ونصل إلى الجدي، معجوق ومخفوق، شغل كتير على راسه للجدي، ولكن الغلطة اللي عم تعملها أنك غير منظم وغير منظم، يعني لا بتنظم شؤونك ولا بتنظم أفكارك، وهالأمر بيخلق منك هيك إنسان متسرع ومهيبر كتير، وخاصة بالنص الثاني من النهار. الدلو، غير أنه عندك ذكاء فاضح وغير انه عندك رؤيه مستقبليه للامور، ودائما بنقول عن الدلو، اليوم بتساعد شخص نفسيا هو بحاجه للمساعده، بحاجه انه يحس في حدا حده، في حدا عم بيرعاه، في حدا هيك الى جنبه وعم بيدعمه، وبتكون انت خير الجليس وخير الصديق، حتى بتطلع له بافكار جديده ربما يبنى عليها بالمستقبل. واخيرا الى الحوت، ما تكبر الكار، يعني بمعنى بس بدك تعمل مشروع مش دغري تنطلق من المشاريع الكبيره ودغري بدي اعمل مشروع كبير ويكسر الدنيا، لا بدنا نبلش خطوه خطوه وصولا الى هدف كبير، هيك بدك تمشي بالحياه، وخاصه هيك بدك تمشي اليوم لتقدر توصل الى اساليب نيره ولتقدر تقطف اهدافك.
نوصل لمولود اليوم، بدنا نقول هابي بيرثدي لكل الاشخاص يلي خلقوا بمثل هالنهار. مولود اليوم حيوي، حرك، ديناميكي، رؤوف، ضوي، ما بحب ابدا الاستغلاليه ولا يلجا بحياته الى اساليب اللف والدوران. من ايجابياته انساني الى اقصى الدرجات، من سلبياته زئبقي بعض الشيء. وهالسنه سنه ترميم الشخصيه والذات. تحياتنا لكل مواليد اليوم. المحطة الأخيرة رح نتعرف على اسم رضا. رضا يعود إلى أصول عربية وبيعني المقتنع بالأمور أو الذي يتمتع بقناعة في كل شيء. كيف شخصيته لرضا؟ رضا مقرب إلى القلوب، محبوب من قبل الجميع، عنده خفة ظل وبيتعلم دايما من تجارب الحياة. رضا عفوي بطبعه، وهالعفوية للأسف أحيانا بتوقعه بمطبات. بيكون حاله بحاله، وهو يلي بيخلق من الانكسار انتصار. بختم وبقول رضا كريم، شخصيته قوية ويقع في الحب عدة مرات. تحياتنا لك رضا، عم بتابعنا. هذا كل شيء أصدقائنا، نحن بننتقل لناخد بريك وبنرجع منتابع باقي فقرات يومنا الجديد.